تستنجد هذه الناشطة الحقوقية الشهيرة بفرنسا. تقول إن لفرنسا كلمتها التي يجب أن تقولها فيما يحدث في جنوب المتوسط. تقصد صعود حركة النهضة في الانتخابات التونسية وما يثير ذلك لديها من مخاوف على الحقوق والحريات. صوت فرنسا له وزن عند الاتحاد الأوروبي. أين صوت فرنسا اليوم؟ هذا سؤالي. في مواجهة ما يحدث في الضفة الجنوبية للمتوسط، ما هو المشروع الكبير من أجل هذه القيم الكونية؟ لكن الفرنسيين، أو على الأقل من حضر منهم برنامج كلمات متقاطعة الذي بثته القناة الفرنسية الثانية، لم يبدوا حماسة كبيرة لهذا المطلب. أنا محرج من طبيعة النقاش هنا. كفرنسي أجد نفسي قريبا من طرحكم سيدتي، وأتفهم غضبكم، لكن بأي صفة سنسائلهم؟ ماذا نمثل نحن؟ تونس ليست محمية فرنسية. ما قيل في باريس كان له أثره في تونس، غضبا واحتجاجا وأحيانا دعما أو بحثا عن تفسيرات. الغاضبون اعتبروا أن ما قالته رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان السابقة يمثل دعوة للتدخل الأجنبي في الشأن التونسي. نحن نعتبر أن هذه التصريحات غير مبررة وغير مفهومة، وهي مردودة على أصحابها، وهي تصريحات خطيرة ترجعنا إلى عهود الاستعباد وعهود الاستعمار. لكن ثمة من رأى أن الأمر حمل أكثر مما يحتمل، وأن ثمة سوء فهم كبيرا، فالسيدة لم يعرف عنها من قبل دعوة للتدخل الأجنبي. لا أعتقد أن السيدة سهير بالأحسن تقصد دعوة فرنسا للتدخل، ربما لم تقدر على التعبير بشكل واضح عن فكرتها، لأنه أعرف ما تفكر فيه. وعلى كل، فأنه ليس هناك أي مجال لأي دولة أخرى أن تتدخل في هذا الموضوع. حركة النهضة المعني الأول بهذا الجدل لا تلبث تبعث برسائل التطمين للداخل والخارج. بالنسبة لها الحريات مكفولة والعلاقة مع الخارج محفوظة، شرط عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلد. نعتقد أنه على الحكومة الجديدة أن تصوغ تصورا جديدا يضمن تطوير المبادلات وتدعيم العلاقات، ولكن في نفس الوقت يحافظ على سيادة تونس وضمان عدم التدخل في شؤونها الداخلية. لا تبدو فرنسا سعيدة جدا بما يجري في تونس، فرياح الديمقراطية جرت بغير ما تشتهي أشرعتها. لكن الأكيد أن الثورة التي قامت ضد الاستبداد لن تقبل بأي شكل من أشكال الوصاية. يأمل التونسيون، أو على الأقل سوادهم الأعظم، أن يكون هذا الدرس واضحا للجميع للداخل والخارج. محمد البقالي، الجزيرة، تونس. وينضم إلينا من تونس أحمد إدريس، الخبير في العلاقات التونسية الفرنسية. سيد أحمد إدريس، بداية، كيف قرأت تصريحات بالأحسن؟ أعتقد أولا بأنه من حق أي شخص كان أن يعبر عن رأيه بكل حرية، وكذلك أعتقد بأن لأي أحد أن يكون له الحق في أن يتخوف لما يحصل في بلده، ولكن التصريحات فيها تضخيم للتخوف، والتضخيم ربما جاء مشجعا بما صرح به الرئيس الفرنسي مؤخرا منذ بضعة أيام على ضرورة اليقظة لما يحصل في تونس. فهو صرح بأنها على فرنسا أن تظل يقظة حول مسألة الحريات وحقوق الإنسان في تونس بعد فوز النهضة في الانتخابات. ولكن يعني بقطع النظر عن مطلبها بتدخل فرنسا من عدمه، فمسألة التخوف قد تكون شرعية الى حد ما، واؤكد نعم حقوق الانسان الذي تتخوف منها سيدة بالأحسن. وضح حقوق الإنسان الذي تتحدث عنه سيدة بالأحسن، والذي تحدث عنه كذلك الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. لماذا لم تثر هذه القضية بهذا الشكل أثناء عهد بن علي، وهي الفترة التي تميزت بعلاقات وطيدة بين ساركوزي وفرنسا وتونس آنذاك؟
بالضبط يعني، ويعني هذا في يعني فيه كثير من انعدام التوازن في التصريحات وفي المواقف الفرنسية، فهي كانت تساند بشكل رسمي وهام جدا النظام السابق، وهي الآن يعني تفوت فرصة الصمت حتى لا تتدخل في الشأن التونسي. ولكن بغض النظر عن موقف فرنسا في حد ذاته، فلو بقينا في المسألة المؤسساتية الصرفة، فيعني تونس تربطها بالاتحاد الأوروبي عموما اتفاقيات، وتربطها عهود دولية، وهذه العهود كانت تنص في السابق على ضرورة احترام تونس لحقوق الإنسان والحريات الفردية، ولا أراها في المستقبل يعني تنقض هذه العهود وهذه الاتفاقيات، لا من الجانب الأوروبي ولا من الجانب التونسي. يعني أن الطرفين سوف يسعيان إلى المحافظة على حقوق الإنسان وعلى الحريات الفردية، وهذا في اتفاق في إطار اتفاقي لا في إطار فرض. نعم، لكن الحديث أجنبية على الإرادة الوطنية. نعم سيد إدريس، يعني الحديث عن تونس وفرنسا أو فرنسا ودول شمال إفريقيا المغرب والجزائر كذلك، دائما ما يصاحبه حديث عن نفوذ فرنسي، عن تدخل فرنسي في عدد من الملفات. الآن تونس ما بعد الثورة، هل هناك مجال للحديث عن أي تدخل محتمل؟ لا لا، بالتأكيد لا، ولا أرى أي طرف تونسي يقبل تدخل أجنبي من أي طرف كان، ولا أرى أي طرف تونسي يقبل بتدخل فرنسي على وجه الخصوص بأي وجه كان، خاصة لما نعلمه من الموقف الفرنسي قبل الثورة من النظام السابق، وحتى بعد الثورة من تخوفات الفرنسي. طيب إذن كيف الجانب الرسمي الفرنسي؟ إذن كيف تتوقع مستقبل العلاقات يعني الآن ليس بين تونس؟ ليس مقبولا تماما. نعم، كيف تتوقع الآن مستقبل العلاقات بين تونس وفرنسا؟ يعني إذا كانت مبنية على المساواة والاحترام المتبادل واحترام إرادة الشعب التونسي في اختياراته والحكم على الحاكمين الجدد لتونس من خلال أعمالهم وأفعالهم لا فقط من خلال النوايا، فسوف تكون العلاقات طيبة، وهذا هو المطلوب في الحقيقة والمرجو. أما إذا كانت مبنية على أساس عدم الثقة وعدم التوازن وإرادة فرض رأي معين على الشعب، فلا أراها إلا تسير في اتجاه مسدود يعني، وبدون نعم. أي نتيجة ترجى. شكرا جزيلا لك أحمد إدريس الخبير في العلاقات التونسية الفرنسية، كنت معنا من تونس، شكرا جزيلا لك.